عمان اليوم. أهلا بكم مستمعينا من جديد، متابعينا الأحبة، نرحب بكم وما زلنا في هذا التطواف بين أحداثنا المحلية في وطننا العزيز سلطنة عمان، وهذه المرة لنا وقفة عند وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي تطلق برنامج المشاريع البحثية الاستراتيجية. وفي هذه الدقائق معنا الأستاذ هيثم بن حمد السالمي، أخصائي عقود بحثية بالمديرية العامة للبرامج وبناء القدرات بالوزارة. أستاذ هيثم، صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا. اهلا وسهلا بكم الاخت نايلة، وصباح الخير لجميع المستمعين، ونشكركم على الاستضافه في هذا البرنامج المميز. صباح الخير يا بلادي. الله يسلمك يا رب. لنبدا اولا استاذ هيثم بالحديث عن برنامج البحوث الاستراتيجيه، نشرح هذا البرنامج وما هي اولويته ايضا او اولوياته في المدى القريب. نعم، تهتم بدايه سنتحدث عن اهتمام الوزارة بشكل عام، عن اهتمامها بالبحث العلمي والابتكار. نعم. تهتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بقطاع البحث العلمي والابتكار، كونه من أهم عوامل بناء الحضارات ومحرك لنمو واستدامة الاقتصاد المبني على المعرفة. وقد أكد صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق حفظ الله ورعاه على أهمية البحث العلمي والابتكار في خطابه السامع في فبراير من العام 2020، بأن قطاع التعليم والبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم الأولويات الوطنية. فلذلك يمثل قطاع البحث العلمي والابتكار أحد القطاعات التي تستهدف بناء السعة البحثية من خلال تحسين الوضع القائم لرفع الإنتاجية والكفاءة، وكذلك تقديم الحلول السريعة للمعوقات التي تواجه الباحثين، وبالإضافة إلى توفير تمويل للمقترحات البحثية التي تتلائم مع احتياجات السلطنة، وبالتالي بناء القدرات الوطنية في المجالات ذات الأولوية السلطنية. نعم. إذن هذا هو هدف الوزارة. طيب، هذا البرنامج ما هي أولوياته في المدى القريب؟ نعم، برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية يعتبر من البرامج الاستراتيجية التي تم تطويرها سابقا، وهو أحد برامج أهم برامج دعم وتمويل المشاريع البحثية. وهذا البرنامج يعتبر من البرامج الوطنية، وهي نتاج هذا البرنامج هو نتاج تعاون فعال وشراكة مستدامة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومختلف الجهات الحكومية، بالإضافة طبعا إلى البرامج البحثية التي أنشأتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. هذا البرنامج بشكل خاص يستهدف الجهات الحكومية المشرفة على الخدمات أو المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فإن هذا البرنامج موجه بشكل أساسي إلى مؤسسات القطاع الحكومي، حيث يخدم هذا البرنامج توجيهات استراتيجية لهذه المؤسسات، ويركز على الأولويات الوطنية بما ينسجم مع رؤية عمان 2040، وبالتالي تكون نتائج ومخرجات هذه المشاريع البحثية عامل مهم في صياغة القرار المبني على الأدلة ورفع الإنتاجية والكفاءة. نعم. طيب، يعني في مشكلة تطرح في المشاريع البحثية والبحوث تقدم حل لهذه المشكلة؟ نعم، تقوم الجهات الحكومية مثلا على سبيل المثال وزارة الصحة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية بطرح التحديات التي تواجهها هذه الجهات عن طريق تقديم الإعلانات أو المقترحات البحثية عن طريق الباحثين الذين سيتقدموا بمقترحات بحثية لإيجاد حلول لهذه التحديات أو الأولويات التي تواجه هذه الجهة الحكومية. نعم. وبالتالي فإن الباحثين يستهدفون في المقام الأول التحديات التي يتم طرحها في المنصة الإلكترونية للبرنامج الاستراتيجي. وقبل هذا أحب أنوه إلى بعض أهداف هذا البرنامج. هذا البرنامج يقوم في البداية بطرح التحديات ذات الأولويات الوطنية التي تواجه الجهات الحكومية من خلال مقترحات بحثية تنافسية
لإيجاد حلول علمية وتطبيقية، بالإضافة إلى تعزيز التميز البحثي وبناء القدرات الوطنية في مجال البحوث، وزيادة التعاون بين الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص، وبناء اقتصاد قوي مبني على المعرفة. وبالتالي في النهاية تتمكن هذه الجهات من رفع التوصيات لإيجاد أو تحديث السياسات والتشريعات والإجراءات المتعلقة بهذه المؤسسات. طيب أستاذ هيثم، ماذا عن الشروط التي وضعتها الوزارة للمقترحات البحثية وللباحثين أيضا؟ طيب، هو اشترطنا بعض الاشتراطات في الدليل الاسترشادي اللي تم اعتماده في أواخر العام الماضي، من بينها متطلبات تفعيل البرنامج والتي تنصب في المقام الأول في رغبة الشريك الرئيسي هي الجهة الحكومية في إدارة هذه المشاريع وتبني مخرجاتها، وهذه يمكن يعني من تعتبر الأولى في نوعها، أن يقوم هذا البرنامج بالتمويل التشاركي بين وزارة التعليم العالي والجهات الحكومية، مناصفة بين الوزارة والجهة أو ما نسميها نحن الشريك الرئيسي. وكذلك من متطلبات تفعيل هذا البرنامج الربط الإلكتروني مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يعني يجب أن تكون المؤسسة الحكومية التي تقوم بتقديم المقترحات البحثية أو الأولويات البحثية أن تكون مرتبطة إلكترونيا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والآن غالبية المؤسسات بدأت في الارتباط والحمد لله مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وكذلك تقوم هذه المؤسسات بتشكيل لجنة داخلية، لجنة نسميها لجنة إدارة مشاريع البحوث الاستراتيجية، وتكون بقرار من رئيس الوحدة في هذه المؤسسة، وتضم على الأقل 5 أعضاء من ذوي الكفاءة من الناحية العلمية والعملية والمهنية، والذين يقوم بدورهم بتقييم هذه المقترحات البحثية التي يتم استقبالها عن طريق المنصة الإلكترونية، وبالتالي اعتمادها وإرسالها لنا عن طريق النظام الإلكتروني. وكذلك تحديد نقاط اتصال هذه المؤسسة، يجب أن تقوم بتحديد نقاط اتصال مؤسسية، نقاط اتصال بحثية، وكذلك نقاط اتصال مالية وتقنية، بحيث أنه تكون المنظومة متكاملة. نعم. طيب، وماذا عن التمويل، تمويل هذه المشاريع أستاذ هيثم؟ طيب، هو تمويل المشاريع البحثية يكون كما تحدثنا سابقا يكون بنظام التمويل التشاركي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبين مؤسسة الشريك الرئيسي، بحيث أن تكون أعلى نسبة للتمويل 50% من التكلفة، ويكون السقف الأعلى لكل مشروع بحثي يتم اعتماده هي 50,000 ريال عماني. على سبيل المثال، لو كان المشروع البحثي تكلفته الإجمالية المقترحة 60,000 ريال عماني، ستقوم وزارة التعليم العالي بتمويل نصف هذه التكلفة بما يعادل 30,000 ريال عماني، والنصف المتبقي تقوم الجهة المقترحة أو الجهة الشريك الرئيس بتمويل هذا المبلغ المتبقي، سواء دعم مادي أو دعم عيني. نعم. وهذا هو نظام التمويل التشاركي بين وزارة التعليم العالي والمؤسسات الشريكة في هذا البرنامج. وهو هذا البرنامج هو برنامج يعني يتم فيه التنافس بين جميع المؤسسات للحصول على تمويل المشاريع البحثية عن طريق هذه المنصة الإلكترونية، وتقوم هذه الجهة الشريك الرئيس بإدارة هذه المشاريع البحثية وتقييمها ومتابعة التنفيذ ذاتيا من خلال هذه المنصة البحثية. وبعد التوقيع، بعد اعتماد هذه المشاريع على سبيل المثال، يتم توقيع العقود البحثية وتحويل الموازنة المعتمدة لهذه المشاريع عن طريق تحويلها إلى مؤسسة الشريك الرئيس دفعة واحدة، وبعد ذلك تقوم مؤسسة الشريك الرئيس بتوقيع العقود البحثية مع الباحثين أنفسهم، حيث أن تكون مسؤولية توقيع العقود البحثية هذه مع الباحثين بشكل مباشر عن طريق مؤسسة الشريك الرئيس. وتوجد أيضا أسقف مالية لكل بند من البنود الموجودة، وهنا يعني يمكن للباحثين والمهتمين الرجوع للدليل الاسترشادي، وتوجد فيه بعض الأسقف المالية لبعض البنود المحددة لهذا البرنامج. نعم. مدة تنفيذ البحوث كم عادة تكون؟ هي عادة تم تحديد تنفيذ المشاريع البحثية للبرنامج الاستراتيجي مدة 2 سنين. نعم، مدة 2 سنين. وفي هذه الحالة أحب أكد على أن هذه المشاريع الاستراتيجية يجب أن يكون الباحث الرئيسي ونائب الباحث الرئيسي أن تكون لديه مؤهل الدكتوراه بحد أدنى أو أخصائي أول بالنسبة للتخصصات الطبية. نعم. عدد البحوث، يعني هل في يعني
عدد معين ولا أنتوا ستستقبلوا يعني كل بحث جيد وقابل أن يطبق؟ هذا يعتمد على نشاط المؤسسات في الشريك الرئيس. هو الفترة الماضية بدأت بعض المؤسسات بطرح الأولويات البحثية، وبدأ الباحثين في الفترة الماضية في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية في كتابة المقترحات البحثية لتحميلها أو لإرسالها في الموقع الإلكتروني، وإيجاد حلول للتحديات أو أولويات بحثية اللي وضعتها الوزارة. فهذا يعتمد على عدد المقترحات البحثية وكذلك جودة هذه المقترحات البحثية، لأن كما نعرف أن المقترحات البحثية بعد ما يتم تقديمها في النظام الإلكتروني تمر بسلسلة من التقييم، وتبدأ من نقاط الاتصال البحثية اللي يتم تعيينها في هذه المؤسسة الشريك الرئيس، وكذلك يتم تقييمها لاحقا عن طريق المقيمين الأقران سواء داخل السلطنة أو خارج السلطنة، وبعد ذلك يتم تقييمها بشكل نهائي من قبل اللجنة المشكلة في الوزارة. نعم. وكل هذا التقييم يتم إلكترونيا داخل هذه المنصة الإلكترونية التي تحدثنا عنها. نعم. إذن نؤكد أن في منصة إلكترونية، وبإمكان يعني متابعة هذه المنصة ومعرفة المزيد حول البحوث وحول المشاريع البحثية الاستراتيجية التي ستمول من قبل الوزارة لكل من يريد المشاركة. يعني اللي فهمت الآن المشاركة ليست فردية، وإنما مشاركة من قبل مؤسسة معينة عن طريق المؤسسات. نعم، عن طريق المؤسسة، وبإمكان الباحثين من أي مؤسسة أخرى المشاركة في هذه المقترحات. يعني على سبيل المثال، وزارة الصحة طرحت بعض التحديات التي تواجهها أو الأولويات التي تواجهها كوزارة الصحة، فبإمكان الباحثين من الجهات حتى الأكاديمية المشاركة في مقترحات بحثية لحل هذه الأولويات أو المساعدة في إيجاد حلول تطبيقية لبعض التحديات أو الأولويات التي تواجهها، مثلا على سبيل المثال القطاع الصحي. نعم. وكذلك مثلا وزارة الثروه الزراعية والسمكية وموارد المياه والوزارات الأخرى المرتبطة التي لديها أولويات وتحديات وطنية وتخدم رؤية عمان 2040. أتمنى إن شاء الله يعني يستفيد الأخوة المستمعين من هذا الحوار معك أستاذ هيثم، ويتابعوا هذا المشروع المهم أو مشروع البرنامج المشاريع البحثية الاستراتيجية، وإن شاء الله يعني هناك من إسهام إلى آخر في قطاع البحث العلمي، لأن فعلا إحنا بحاجة إلى تمويل البحوث العلمية وبحاجة إلى معالجة المشكلات والتحديات من خلال العلم. شكرا جزيلا لك الأستاذ هيثم بن حمد السالمي، أخصائي عقود بحثية بالمديرية العامة للبرامج وبناء القدرات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. شكرا أستاذ هيثم. شكرا جزيلا لك، جزاكم الله خير، وشكرا على الاستضافة. الله يسلمك يا رب. شكرا.